بعد الواحدة من بعد منتصف الليلة الماضية، رافقت قناة الحرة ومن خلال جولة ميدانية جهاز مديرية شرطة النجدة والدوريات في مناطق المنصور وحي الجامعة والعمرية والجهاد الواقعة غربي العاصمة. نقاط التفتيش المفاجئة كانت من ضمن السياقات الأمنية المتبعة في تلك الساعات المتأخرة للحد من عصابات الخطف والسرقة والجريمة المنظمة. التدقيق الأمني حقيقة يجري على بعض العجلات عن طريق الرقم الموجود بها باشتهاب الأرقام، أو يعني تدقيق الهويات الموجودة بأشخاص معينين. هذه التحوطات الأمنية قد أغلقت الكثير من عمليات الاختطاف والتسديد. أكيد 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 نعم طبعا، هذه التحوطات الأمنية غلقت الباب على كثير من العصابات الإجرامية. معظم الشوارع الرئيسية والأسواق التجارية في مناطق غربي العاصمة تكاد أن تكون خالية تقريبا في ساعات الليل المتأخرة، إلا أن تواجد دوريات النجدة ونقاط التفتيش المفاجئة أعطت نوعا من الارتياح الأمني بوصف المواطنين. منصور حي الجامعة الخضراء هيك، هاي مثل ما تقول السنتر، يعني نتجول براحتنا بالليل، نروح لأي منطقة، ماكو أي تسجيل يعني العفو مخوف ماكو؟ لا هاي لا الحمد لله راحت. قبل اي كانت، بس هسه لا، يعني اروح هسه انا رايح يم جماعتي. يعني كنت طالع خارج العراق قبل فتره يعني 3 سنين، ورجع صار لي شهر، بس من شفت الاوضاع هواي يعني سيطرات مفتوحه، صبات مشيوله، يعني هواي الوضع هسه احسن من قبل. هذه الصوره اختلفت بشكل كبير عند الانتقال الى منطقه الكرهدة قرب المسرح الوطني، حيث حركه المركبه تشهد انسيابيه عاليه. دوريه النجده دققت في عائديتها عبر اجهزه حاسوب مزوده بقاعده معلومات عن السيارات المسروقه والاشخاص المطلوبين امنيا. ويبقى الهجس الأمني لدى الكثير من المواطنين حذرا في المناطق الرخوة أمنيا بتعبيرهم. زياد نهاد الحرة، بغداد.